السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة طلبات الصف الثالث، أهلا بيكم في وحدتنا التامنة لسن 7، واللي بيكلمنا عن الووتر كونسيرفيشن. ووتر كونسيرفيشن حبايبي اللي هو الحفاظ على المية، الحفاظ على المياه. طبعا هنا بيقول لي ووتر كونسيرفيشن معناها الحفاظ على المية، مديني الكلمات. المفروض الكلمات دي خدتها خلاص وحفظتها. عندنا كلمة كوفي، كوفي اللي هي القهوة، شاور، شاور، باث، باث، water water water, bowl bowl, shampoo shampoo shampoo, drip drip drip, turn off turn off turn off turn off, brush brush brush, faucet faucet faucet. طبعا هنا مديني تمرين كده على الكلمات دي حبايبي، بيقول لي I ate my teeth، وجايب لي ولد بيغسل سنانه، فالمفروض ان انا لما اغسل سناني بالفرشه اقول I brush my teeth، I brush my teeth يعني انا بغسل سناني بالفرشه. نمبر 2 بيقول لي she drinks، ومديني فنجان قهوه، يبقى المفروض she drinks coffee يعني هي بتشرب قهوه. نمبر 3 بيقول لي I take، وtake هنا معناها ان انا باخد، يبقى I take ايه؟ طبعا هنا بياخد دوش، فهقول I take a shower، I take a shower يعني انا باخد دوش. الصفحه 98 حبايبي بيعرفني how do you conserve water at home، ازاي ان انا بحافظ على الميه في البيت. وهنا بيعرفني بقى قاعدة مهمة جدا، وهي قاعدة الفعل الأمر، ازاي لما أمر واحد أودي تعليمات بستخدم مصدر الفعل، مصدر الفعل وبعدين باقي الجملة، ودي احنا قلنا عليها اللي هي الجملة الأمرية. الجملة الأمرية دايما بتبدأ حبايبي بفعل في المصدر بدون أي إضافات. تاني، الجملة الأمرية بتبدأ بفعل في المصدر بدون أي إضافات. يعني لو بصينا هنا في نمبر 1 بيقولي use only the water you need to make coffee and tea، يعني بيقولي استخدم بس المية اللي انت محتاجها عشان تعمل شاي او قهوة، يعني ما تحط الشاي كتير في البراد وبعد كده ترمي الباقي. عشان كده لما يجي يقولي يا ترى use ولا using only the water you need، اقول له لا انا هستخدم مين؟ use. ليه؟ لان فعل الامر بيكون في المصدر بدون اي اضافات. تعال نشوف نمبر 2 بيقول turn off the faucet when brushing your teeth، turn off the faucet when brushing your teeth. بيقول لي اطفي الحنفيه لما بتيجي تغسل سنانك، ما تسيبهاش مفتوحه. يبقى لاحظ هنا برضو قال لي turn، ما ينفعش اقول turns ولا ينفع اقول turning ولا ينفع اقول turned، لازم الفعل يكون في المصدر. تعالوا نشوف نمبر 3 بيقول turn off the water when putting shampoo on your hair، take short showers not long bath. بيقول لي برضو لازم نقفل الميه لما نيجي نحط الشامبو على شعرنا، والمفروض ان انا باخد دش قصير وما اخدش حمام طويل، برضو ده عشان نوفر الميه. برضو هنا water حبايبي ده فعل مش اسم، مش ميه هنا، water يعني اسقي أو اروي. water your plants in the early morning or evening، يعني نروي النباتات يا إما الصبح بدري خالص يا إما في المساء. ليه؟ عشان الشمس ما تبخرش المية، يعني لما أنا برويها الظهر والشمس حامية تقوم الماء تبخر، فالماء ما يستفيدش من كل النبات. فقول water your plants in the early morning or evening. طبعا water هو برضو فعل في المصدر يعني بدون إضافات، ما ينفعش أقول watering ولا waters ولا water. تعالوا حبايبي نشوف نمبر 5 بيقول لي wash fruits and vegetables in a bowl of water، يعني دايما لما نيجي نغسل الفاكهه والخضروات بنغسلها في وعاء عشان ما نهدرش ميه كتير. برضو هنا قال لي wash، wash يعني اغسل، wash معناها اغسل. fix the faucet if it drips، كلمه drips قلنا معناها ينقط، فبيقول لي fix يعني صلح، ما اقدرش اقول يصلح ولا صلحها، لا لازم اقول صلح، صلح الحنفية إذا كانت بتنقط. وهنا حبايبي fix فعل أمر لازم يكون في المصدر بدون إضافات. بص حبايبي هو بيقول لي إن في الإمبيراتيف يعني في صيغة الأمر ببدأ بمصدر الفعل، ما ينفعش أبدا أبدأ بفعل في ING ولا فعل في S. شوف water plants، فهو بيجيب في الاختيارات كده بقى حبايبي، يقول لي water ولا watering ولا waters your plants. فهو انا اقول له ايه بقى؟ هقول له water. ليه؟ اقول له فعل الامر بيكون في المصدر. برضو turn off the faucet، اقفل الحنفية، اقفل الحنفية، ما اقدرش اقول turning ولا turns ولا turned. طب قال لي لما اجي اقول الواحد ما تعملش حاجة اللي هي كلمة لا، يعني طبعا هنا ببدأ بكلمة don't، don't حبايبي معناها لا تفعل، ولاحظ ان don't برضو بيجي وراها مصدر، يعني لما يجي يقول لي don't لا
قولي take ولا takes. long bath اقول له هنا ما ينفعش اجيب غير مصدر. ليه؟ لان don't بيجي وراها مصدر الفعل. شوف don't use a lot of water when you wash the dishes. ما استخدمش لا 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 تستخدم ميه كثيرة عندما تغسل الاطباق. يبقى مهمتي في الدرس ده حبايبي ان نعرف ان فعل الامر بيكون في المصدر، ولما اجي انهي بستخدم كلمة don't زائد المصدر. بذاكر الست حاجات اللي هو قالهم لي عشان احافظ على المية، وبعدين بحل التمارين اللي موجودة على الدرس ده في 99 و100 و101 و102. Goodbye. السلام عليكم.